الهدافون عملة نادرة باتت مفقودة في ملاعبنا بعد أن شهدت السنوات السابقة صراعا محتدما وصناعة دورين لهدافين من طراز عال، إلا أن شحة الأهداف لم تمنع البعض من لفت الأنظار هذا الموسم خلال 17 جولة في دورينا والتي لم تلعب جميع مبارياتها بحكم التأجيلات. فظهر لنا الأنيق علي صلاح الذي يعتلي الآن الصدارة برصيد 12 هدفا بعد أن تألق طوال الفترة الماضية وقاد فريقه الطلبة للانتصارات. أما هداف الموسم الماضي أمجد راضي لاعب فريق أربيل فاكتفى بثمانية أهداف، ويبدو أن ظروف إصابته أثرت على حضوره ومنافسته التي اعتدنا عليها في المواسم السابقة. نجم آخر لمع هذا الموسم محليا ودوليا وهو هداف الزوراء النورس مروان حسين الذي سجل حتى الآن 7 أهداف وضعته في المركز الثالث في قائمة الهدافين، في حين كان المركز الرابع بالشراكة بين 5 لاعبين تقاسموه ب6 أهداف لكل منهما. هداف الشرطة مصطفى كريم المتأثر بإصابته ونجم فريق نفط ميسان المحترف اللبناني خضر سلامة والصاعد صباح عبد الحسن والمحترف السوري مع فريق بغداد محمد الواكد ونجم منتخبنا الوطني ولاعب دهوك مهند عبد الرحيم. ويلاحظ أن الصبغة المحلية لها الريادة في القائمة بغياب تواجد المحترفين في صدارة الهدافين رغم كثرتهم، وقد يكون الأمر إيجابيا ولكن تبقى الجماهير تنتظر الكثير من هدافيها ليعود الصراع كما كان حاميا ومثيرا على لقب الهداف. عمر قحطان، وار سبورت.